تحية طيبة لكم. نهار اليوم استقرت الاجواء وكانت اجواء باردة نسبيا في عمان وبقية المدن الاردنية لكن خلال فترات الليل كانت اجواء شديدة البرودة وكانت ايضا قارصة البرودة في كل من المفرق ومطار الملك علياء اذ كانت دون الصفر المئوي بحوالي ثلاث درجات. والان سبع درجات مئوية مع اجواء باردة وصافية في العديد من مناطق المملكة. خلال هذه الليله تنخفض درجات الحراره اكثر لتصل الى اربع درجات مئويه اجواء بارده بشكل لافت في العديد من المناطق وقارصه البروده مع اوقات الليل المتاخره في كل من الباديه والسهول الشرقيه اذ تكون دون الصفر المئوي اما عن حركه الرياح فهي شرقيه خفيفه الى معتدله لنهار الغد ترتفع درجات الحراره قليلا لتكون مساويه للمعدلات لمثل هذا الوقت من العام بحيث تكون العظمى حوالي 15 درجه مئويه لكن التي نشعر بها فعليا هي حوالي 14 درجه والرطوبه هي حوالي 25%. بالمئة. الاجواء تكون صافيه وبارده نسبيا في العديد من المناطق وبارده بشكل لافت في المناطق الجبليه وتكون لطيفه في كل من الاغوار والبحر الميت وخليج العقبه. اما عن حركه الرياح فتكون جنوبيه شرقيه خفيفه الى معتدله وتنشط في جبال الشرع والان مع درجات الحراره المتوقعه خلال هذه الليله وخلال نهار الغد نبدا كالعاده من المناطق الجنوبيه من البلاد مثلا في العقبه هي 10 هذه الليله ووادي رم 6 درجات غدا 16 و21 درجه والاجواء تكون صافيه درجات الحرارة في رأس النقب هي ثلاث درجات وفي معان اقل من ذلك وهي درجتين مئويتين لترتفع غدا الى 12 درجة ورأس النقب حوالي 11 درجة مئوية الاجواء صافية لكن خلال هذه الليلة اجواء قارصة البرودة. في الشوبك اربع درجات كذلك الامر في الطفيلة لترتفع غدا الى 14 و10 درجات في منطقة الرشادية. أجواء باردة إذا خلال هذه الليلة في المناطق الجنوبية في الكرك درجتين وفي وادي الموجب حوالي 8 درجات مئوية أجواء صافية لترتفع غدا إلى 19 درجة وفي الكرك حوالي 15 مئوية في مادبا درجة واحدة ومطار الملك علياء أقل من الصفر المئوي بدرجة لترتفع غدا إلى 15 درجة في كل من هاتين المنطقتين وفي الأغوار حوالي 20 مئوية أربعة هذه الليلة في غرب عمان وشرق عمان حوالي 6 درجات لترتفع إلى 15 وفي مرج الحمام حوالي 14 مئوية درجتين في سويلح وأربعة في السلط خلال هذه الليلة لترتفع غدا في الزرقاء إلى 16 درجة وفي سويلح حوالي 12 مئوية درجات الحرارة في دير علة هذه الليلة هي 11 وفي عجلون أقل من ذلك هي 5 درجات لترتفع العظمى إلى 14 مئوية في إربد 7 درجات لترتفع غدا لتكون 16 درجة ورأس منيف حوالي 10 درجات مئوية في محافظة جرش خلال هذه الليلة تسجل سبع درجات مئوية والمفرق حوالي درجة واحدة لترتفع غدا إلى 15 في جرش حوالي 16 مئوية نكمل درجات الحرارة في المناطق الشرقية هذه الليلة درجة واحدة فقط في الأزرق والأجواء شديدة البرودة غدا ترتفع إلى 14 مئوية وفي الصفاوي هذه الليلة درجتين ورويشد أقل من الصفر المئوي بثلاث درجات لترتفع غدا إلى 13 و 14 مئوية وأخيرا في الجفر درجتين لترتفع إلى 14 درجة مئوية اذا درجات الحراره لنهار الغد تكون مساويه للمعدلات بحيث ترتفع الى 15 درجه وليلا تنخفض الى 3 درجات مع اجواء بارده تستمر الاجواء مستقره وبارده نسبيا خلال النهار مع ظهور لبعض الغيوم ليوم الخميس وليلا تكون اجواء بارده مع 4 درجات واليوم الاربعاء 3 درجات مئويه دائما شاكره لطيب المتابعه الى اللقاء